جوا في البيت إحنا أول شيء أخذ أبوي صريح معه، وبعدين أخذ أختي لأنهم أختي أبوي ما حكوها رجعوها، لأن إجا ناداني الجندي صار يحكي لي جهنم تعالي. رحت اللي هي أمي بتقول له شو بدك فيها، رحت اللي هو بقول لي تعال أنت بتعرفي في محل شباب تخبيه بتعرفي في نفق وهيك، قلت له بعرف شو إشي، قلت له أنت كذاب بتعرفي كل إشي، قلت له بعرف شو إشي، بقول له أختك اللي حكت لنا، أختك اللي حكت لنا إنك بتعرفي كل إشي، وصاروا يهددوا فيه بقول له هات إيديك من أختك على السجن. الساعة طبعاً نص لحالي بين جنود كتير لحالي نزلوني وأخذوني عالطار، مسكني بقول لي تعال تعالي وخلوني أنا أول إشي بقول لي شفيه هون ما فاتوش عالطار، بقول لي ما كانوا ما كانوا قدامك أنت اللي قدام. أنا اللي قدام، هن اللي كانوا وراي بقول لي شوي شوي وتخافيش إحنا معاكي، وطلعنا فوق وخلاني برضه أفوت على الدار الأول وحدة، بقول لي شفيه هون، فتت على المطبخ في بالمطبخ سطوح، بقول لي شو هذا؟ قلت له سطوح. بقول لي طيب وقفني تحت، طلع على السطوح وفتش وما لقوش حدا. قديش عمرك؟ 11 سنة. جيهان ايش؟ 11. وصاروا يحكوا لي اذا تحكيش لحدا صار قال لي هاتوا بالبسكوت عشان احكي لها كل شيء، بس انا ما ردت على لانه دلتهم على الدار بقول لي شوي شوي تخافيش احنا معاكي، قلت له بدي اروح لام انا بقول له كمان شوي. يعني ما قالوا لك انه بدنا اياك تشتغلي معنا؟ لا قلت لهم بس انا ما بدي افتش كمان مره احكي لكم مره، بقول لي لا خلص بس احنا هلا دارنا هيك. ليش الجيش اللي أخذوك كتاب عندكم واحد؟ حوالي عشرة يعني وما أعرف إيه، أنا لحالي قدامهم.